وفلت الجنت صبي بالمخدرات اللي كانت في الكوتش وركب سوق السمك وسوق المخدرات وبقى نمرة واحد في ليلة. يعني مين اللي حط المخدرات بتاعتك في العربية؟ أنا قلت لك هتجيب لي حق من الجنتل هقول لك مين اللي حط المخدرات في عربية أبوك. أنت لما قلتليش الحياة دلوقتي أنا هقتلك. أبا أنا موت من يوم اللي حصل ما حصل، يمكن ربنا مد في عمري عشان أشوفك بتنتهي من الجنتل وبعدها هقول لك كل حاجة. اللي حط المخدرات في عربية أبوك من مصلحتهم إن أموت قبل ما أقول الحقيقة. يا ترى هم اللي هيسبقوك ولا أنت اللي هتسبقهم؟ ده اللي هتثبته الأيام يا ابني. يعني ايه يا جنت كده؟ الوقت خد الجمل بما حمل وراح. ولو المعلم طلب مني يا شداد ان انا اقتلك هقتلك. مثل بيقول يا روح ما بعدك روح. الناس عايزة البضاعة بتاعتها، يبقى كل واحد يبلع لسانه. سيبونا تكتك واشوف هخرجكم الورطة دي ازاي. انت تحكم في اللي ليك. المحل الكبير ده انا شارياه بفلوس ويحق لي احكم فيه. عين العقل يا الله. جبت فلوس المحل منين ان شاء الله؟ عين العقل زي ما قالك. مش وقت كلام في الموضوع ده. يا كاتمهم يا خويا، يا عاقل يا راسي يا خويا، والله ما لينا غيرك يا خويا. على مهم كلها كام يوم والبضاعة بتاعتنا تيجي وكل واحد يروح لحال سبيله.